وانتم مترشحين بقى داخلين تقدموا ايه المهندسين؟ لا احنا عندنا برنامج انتخابي كبير جدا وطموح طبعا، هو نفس البرنامج الانتخابي اللي بتخوض بيه القايمه كلها مهندسين في حب مصر، بتخوض بيه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نفس البرنامج الانتخابي بنتكلم فيه من اول ما المهندس بيتخرج من الجامعه بتاعته او المعهد الهندسي او الكليه اللي هو فيها لحد ما احنا بنتكلم على المعاشات، مرورا طبعا بفكره الرعايه الصحيه والتامين التكافلي والمشروعات الاستثماريه اللي موجوده عندنا. فعندنا اكتر من برنامج، رقم واحد فيهم انه في برنامج كبير جدا طموح لفكر البروتوكولات مع مجموعه من الشركات الكبيره والدوليه لاعطاء شهادات معتمده للمهندسين وتدريبهم في مجالات العمل بتاعتهم. المهندس هنا توقع بروتوكول كده، في بروتوكول بتوقع، وفي من ضمن البرنامج الانتخابي بتاعنا انه في مجموعه كبيره من البروتوكولات هيتم توقيعها ان شاء الله لو ربنا كرم القايمه وكلها بقت موجوده باذن الله، هيبقى في مجموعه من البروتوكولات هيتم التوقيع. عندنا بعد كده البرنامج بتاع عندنا بورتال او ويب سايت لفكره التوظيف، النقابه هتطلق او في مشروع لاطلاق موقع كبير جدا لتوظيف المهندسين، ان احنا بنجمع كل الوظائف اللي موجوده والمتاحه في الشركات الدوليه والشركات الكبرى المتاحه للمهندسين في كل تخصصاتهم، وبالتالي يقدر المهندس يختار المجال اللي هو عايز يخش يشتغل فيه، وتبقى النقابه طرف ثالث علشان تبقى بتراقب شكل العمل وانه في بيئه عمل لائقه للمهندسين المصريين اللي موجودين. وعندنا طبعا مشروع الرعايه الصحيه ورفع سقف التغطيه الصحيه بالنسبه للمهندسين، مرورا بقى بالمشروع الاهم بالنسبه لنا مستشفى المهندسين بمدينه بدر، وده مشروع كبير جدا طموح بالنسبه لخط الارض. الارض موجوده وتم عمل دراسه عليها، دراسه اقتصاديه كبيره دخل فيها مجموعه من المكاتب الاقتصاديه الكبيره، وطلع بها توصيه ان احنا ان شاء الله ممكن يدخل فيها لو مشروع استثماري يجيب لنا عائد من 20-25% سنويا، هيتم وضعه في صندوق الرعايه الصحيه وصندوق المعاشات. والنقابه ان شاء الله هتدخل مع مجموعه من المستثمرين في هذا المشروع، النقابه هتشارك بالارض وبالرخصه وبالهيكل الخرساني، واخر ان شاء الله حاجه موجوده متقدمه عندنا انه الهيكل الخرساني يمكن يتم تنفيذه بواسطه شركه المقاولين العرب ان شاء الله. ان شاء الله يعني خلي